سرور أيمن أبو الدهر 30 سنة. هلا وغلا، كيف الحال؟ طبعا بناء على طلباتكم وطبعا أفلام العيد ما شاء الله زاخر، وخاصة الأفلام المصرية، ففي فيلم مصري جديد اسمه ليلة هنا وسرور يا جومان. طبعا جومان دائما معاي هاليومين ما شاء الله عليها، متابعينك صاروا عارفين. جومان من قناة الحرة، اهلا وسهلا فيك حمد وبكل المتابعين. الله يسلمك. فراح نبدا على تريل رياكشن جديد لفيلم مصري اسمه ليلة هنا وسرور من بطولة محمد امام وياسمين صبري. اوكي حلو، هذا صاروا ما شاء الله كابل هاليومين يعني. عيد الفطر الماضي كان عندهم فيلم، وهذا العيد قبل العيد عيدين اعتقد اللي هو عيدين يمكن اتوقع صحيح. فاعتقد يمكن يكون هذا فيلم كوميدي او شيء، راح ينزل عندنا في الامارات وراح نشوف له الحين ردت فعل. اوكي خلينا نشوفه، بلكي شفناه بالسينمات بالعيد. يلا. حسب التريلر. نبدا يلا. بسم الله. سرور ايمن عمر 30 سنه ولي اعمال. في كل تحتوي الحاله الاجتماعية. It's complicated. It's complicated. هو اسمك ايه؟ انا طويل. يوم فات كل شيء. هذا معاد يعني. هالستاف اللي يتكررون معاه فاروق الشاوي. كان أبوه كمان بإمام. صح. أنا كل شيء بكتشف في حياتي أنا أول مرة أعرفها. أحمد فهمي كمان. أتوقع أحمد فهمي يمكن ضيف ولا لا معاهم. ما أدري. أحمد صلاح. أحمد صالح سعد. في أسماء يعني كثيرة صراحة. يا. في مجموعة كمان. أنا وسرور. حلو. فيلم عيد الفطر للجميع، دور العرض طبعاً. حيكون بالإمارات. حيكون بالإمارات طبعاً هذا الفيلم، وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف كريم يوسف، بطولة محمد إمام وياسمين صبري فاروق الشاوي محمد ثروت عماد رشاد وأحمد صلاح السعدني. طبعاً نخبة كبيرة من النجوم والممثلين المعروفين اللي يمثلون مع محمد إمام. صح. أنا اللي حبيت في هذا الفيلم إنه هو لايت، لأنه لعيد الفطر يعني. بالأعياد ما تحمل مثلاً دراما قوية، أو إنه يعني هذا الفيلم أصلاً لأنه هو لايت حلو إنه يكون للعيد، يعني قصته مش هالقصة اللي حتكون يعني حبكة قوية. نعم. يعتمد على الكوميديا، معتمد كمان وجود اللي هو أسماء بتبيع مثل محمد إمام. صحيح. مثل ياسمين صبري، يعني اللي هم الشباب بيومي فؤاد اسمه يبيع صراحة. كمان بيومي فؤاد تصرف في كل مكان الحين. بالضبط. حتى أفتح غرفتي بالضبط. فاروق الفيشاوي، احمد صلاح السعدني. نعم. في كثير يعني اسماء تبيع بصالات السينما، بس اتوقع انه ما حتكون قصه يعني كثير قويه. نعم. هو فيلم لايت خفيف للعيد، يضحك. نعم. اللي حاب مثلا يروح ويا عائلته او مع جروب مثلا. نعم. اصدقائه بالعيد يحتفل، فانه حلو يدخل فيلم كوميدي. نعم. انا بالنسبه لي يعني هو الاعلان يعني كوميدي ومسلي،
واكيد الفيلم بيكون راح بيكون مسلي مثل ما تفضلتي في عيد الفطر. الناس محتاجه تشوف ايضا افلام ترفيهيه بالاضافه لافلام دراميه وافلام اكشن وافلام حلوه مثل حرب كرموز. بيكون حرب فيلم كرموز مهم جدا لهذه السنه. بس يمكن حرب كرموز يقدر يضل بعد العيد يعني يقدر يكون في اقبال عليه يعني بعد العيد. نعم صحيح. حتى حرب عفوا كارما ممكن كارما ممكن انه يضل فتره اطول بصالات السينما الناس تجي عليه. اتوقع هو حيكون الاقبال عليه اكثر شيء اول يوم ثاني يوم بالعيد. رح يضل في اقبال لانه الصيف كمان الناس تحب تشوف اشياء كوميديه. صحيح. صحيح. ولكن اتوقع انه هو يمكن هم كانوا حريصين انه يكون موجود بالعيد لانه اكثر شيء ممكن يبيع بالعيد يعني. جميل. انا بالنسبه لي محمد امام يبدع اكثر شيء مع ابوه يمثل معه في مسلسلات او يكون معاه في وجه الوجه يكون طبعا ولد الزعيم عادل امام. طبعا لها افلام محمد امام انا شفتها انا عجبني اكثر شيء فيلم اللي هو عن كره القدم يمكن في السجن نسيت اسمه راح اكتب لكم اياه الحين طلعت على الشاشه. هذا الفيلم كان من الافلام المميزه بالنسبه لي. لكن الفيلم اللي بعده ايضا نسيت اسمه هذا طلع لكم على الشاشه. هذا الفيلم كان يتكلم عن انهم راحوا الهند وعملوا اعتقد جحيم بالهند. ما عجبني وايد صراحه. الكوميديا كان جدا مبتذله وافراط. ما نجح كثير الفيلم نوعا ما يعني نجح بعض الناس. انا بالنسبه لي انا ما عجبني صراحه. انا هذا الفيلم ايضا اقيمه بنفس الموضوع. اذا كان المخرج والكاتب وطاقم العمل كان مختلفين يمكن كان الفيلم بيطلع افضل بكثير لانه كان بيكون عندهم تعمق اكثر وعبقريه اكثر في اخراج هذا العمل. لكن هذا الفيلم للاسف اعطيه 1.5 من 5. اتمنى هذا الفيلم يعوض ضحكتي اللي ما ضحكته في هذاك الفيلم واضحك في هذا الفيلم. ضحك مرتين. ضحك مرتين. يضحكني مرتين محمد امام يحاول قدر المستطاع ان هو وياسمين صبري مره ثانيه بعد جحيم في الهند يمثلون مع بعض يحاولون ان يعملون كاريزما قويه وينجحون هذا الفيلم باي طريقه ان شاء الله. يعني تقريبا انا اوافق معك باللي قلته خاصه انه فيلم جحيم بالهند ما كان ناجح برأي النقاد. يمكن بالسينمات جاب أرباح لكن هو برأي النقاد ما كان كثير ناجح. الفيلم ما كان قصته كثير قوية وحتى الكوميديا اللي كانت فيه مو كثير قوية. إن شاء الله أنه هذا الشيء يتعوض بفيلم ليلة وسرور إن شاء الله. بس أنا بعد في نفسي أنوه أن محمد إمام قاعد يشتغل على نفسه يعني شفت جسمه ما شاء الله اهتم بنفسه واهتم باللوك ماله لأن هذه الأشياء متطلبة الحين حق النجوم الحديثين في الوقت الحالي على أساس أنه يكون مثل ما يقولون الحصان الأسود المدى طويل عشان يكون له شيء بعد مستقبلا. فأنا هذا الشيء عاجبني فيه أنه مهتم بنفسه مش مهتم بس فقط باسم أبوه عادل إمام. راح الموضوع هذا الحين عند الحين لازم يمشي على درب الخاص. صحيح. هو موهوب عنده الموهبة. نعم. ولكن يحتاج أكثر أنه يشتغل عليها. أكيد. خاصة أنه يعني هو تربى ببيت الزعيم أكيد راح يكون عنده الموهبة لكن محتاج أكثر أنه يشتغل عليها. وهو فعليا لا تطور يعني عن السابق. صحيح. ولكن نحتاج أنه نشوف شوية يشتغل على يدرس أكثر خياراته. صحيح. في نهاية الأمر نشكركم على المتابعة. طلبكم لبينا. انتم ما عليكم الا بتسوون شو تسوون لايك وشير وسبسكرايب. واذا بتبي تعمل ديسلايك ما عندي مانع بس اهم شيء تسوي شير وتعمل لي فولور زياده وكومنت كومنت. شكرا جزيلا. كان معكم محمد سيف ريامي وكانت معي جمال عزة. وشكرا لكم. شكرا لك حمد. انا موسع لك الكادر العصر ترب البكتوب موسع موسع الكادر موسع وين الكادر كده هيك ماني كده.